رفعنا يافطة بتقول صوت الحق يفضل مسموع، المجرم يتحاسب وعن جريمته يكون مسؤول. هانت قصة الطرف المجهول خلاص بانت، عانت البلد دي مننا كتير قاتل، فاتت فلسفة الانتصار خلاص ماتت، لا عادت ايام السحل وبالعكس زادت. ناس كتير فينا عاشت على وعود، واللي عايش على ذكرى نفسه ليها يعود، حياة الناس بقت او ضرب عود، فك القيود خلاص مفيش اي حدود. مؤسسة حزبية رجعية تخلفية سلبية سياسية، انفصال في الشخصية، عنصرية صدامية، وراكو نعمة درية برمجية فكرية تقصدية تشكيلية تناقضية واقعية استغلالية اعتيادية. الشريعة والشرعية والارادة الشعبية والروح الوطنية والتنمية المعنوية والكلام ليك وليا، والكلام ليك وليا. بيعملوا فينا كده ليه؟ خرجوا وقعونا ليه؟ قهرنا بالشكل ده ليه؟ لكن كفاية مش كده ليه؟ بيعملوا فينا كده ليه؟ خرجوا وقعونا ليه؟ قهرنا بالشكل ده ليه؟ لكن كفاية مش كده. مش هنكون مزروع على غيرنا تلم حصادنا، مش هنعوز غير كرامتنا تكفي جوعنا. اكاذيب اكاذيب كل يوم مفيش جديد، بالاجانب فكرونا بالمرصاد العنيد. كفانا وشباب اخر القصه في الكتاب، يا مدام مثال معرفناش مين اللي قال القصه مش قصه دين، دي قصه سلطه وحزبين. سيبنا الشعب ينام بعيد ويفتح عين. عيب عليكم يا مصريين، ما يرضيش رب العالمين، نضرب بعض ونقتل بعض وكلنا بني ادمين. عايشين من حقوقنا محرومين، غضبانين بنرد الصعصعين، مش عايزين القسوه دي كلها. طب وفين القلوب اللي في ارضها؟ نفضل نغني وندندن ونعيد ونزيد وخلاص، مسلم مسيحي واحدة وفي الظهر بالرصاص. ايوه في الظهر بالرصاص، هي دي كانت وجهه نظرنا لكل من خان الامانه، وده اللي جوانا فرق انسان. يا ريت الناس تفهم بقى. كفايه بي ام جي اس.